السلام اخوشي. انا السايكو هو واحد اليوتيوبر اللي نقدو نقولو انني صانع بزاف ديال الكونتنت ولا بزاف ديال المحتويات، فهمتيني؟ المحتويات كنقدر ندير لي فلوغ، اي حاجه فهمتيني. شوف يعني شوف باختصار اي حاجه، اي حاجه كنرتاح فيها انايا، سواء كانت عاجبه البوبليك سواء ما عجباش سواء فهمتيني، اي حاجه. المهم الا كانت عجباني انا تنديرها، داكشي اللي كاين. هادشي خسر الخوشي الصراحه. يلا بديتهم دابا شي جوج سيمانات، ودابا البلان كيفاش بديتهم واحد البلان اللي فاني. دابا البلان شنو هو؟ دابا انا واحد النهار كنت مريح بحال هكا وكنشوف اي واحد كيدير شي فيلم قاصر، واخا شي يكون عيان بزاف، كتلقى مليون كدا فهمتيني، لي فيو طالعين بزاف. قلت علاش انا منوضش وندير شي افلام قصيره اللي يكونوا زوينين، باش بنادم يعني راه لي فيو على الافلام القصيره كاينين على الجاد، انا ندير لهم شي حاجه بعدا زوينه يتفرجوا فيها بلاصه ما يتفرجوا في داك الشيء الحامض، فهمتيني يعني. صافي وانا ندير واحد ستوري قلت لهم خوتي غنبدا افلام قصيره وكذا واللعيبات. هو جا واحد خونا سميتو احمد الطويل، فهمتيني، ساكن في الجزائر هنايا حدايا. قال لي انا صافي الا بغيتيني، قال لي صافي انا اللي بغيتي انا نبدا نصور لك وكذا واللعيبات. صافي من تما وحنا بدينا فهمتيني، كل واحد بالشين ديالو كنديروا افلام قصيره لبعضياتنا وكذا، وكنتعاونوا بيناتنا واللعيبات كاملين. صراحة انا دايره شي جوج افلام دابا، ما دايرش بزاف لحقاش. لحقاش كما قلت لكم راه الا بديتو دابا شي جوج سيمانات تقريبا. كاين الفيلم الاول ديال العامق اللي كان فمشيني، هو واحد الشخص اللي كان حزين بزاف فمشيني، لحقاش كان كلشي كيتعدى عليه وديما حاقرين عليه واللعيبات، وبسبب هذا الشيء ولا هو اللي كيتعدى على بنادم فمشيني. وصلت فيه واحد الميساج اللي زوين كذا، يعني شرحت فيه الظاهره ديال التنمر في المجتمع بواحد الطريقه اللي غير مباشره فمشيني. يعني ما تعداش على بنادم وما تحقروش، لحقاش راه الصمت كدور اي تقول لي حاجه. الصراحه كاين جوج ديال الممثلين الكبار اللي باغي نبان معاهم، عزيز داداز و ربيع بوبكر. الجوج ناضين اخوتي مزيان. بالنسبه لدوك الفيديوهات ديال الجنون اللي كندير، ما يعني راه شو راه فيديو فيه الجنون في التيتر والجنون في المينياتير، يعني راه باين غادي يكون شي خلع. راه ماشي غير الدراري الصغار اللي غادي يتخلعوا، واش اللي كبر منهم غادي يتخلعوا؟ كلش غادي يتخلع خوتي. واش كنحرض على الاجرام وكذا؟ وطفاك صافي شاينا اجرام الصاح. واش الا شعلتي شمع في المرايا واش كتشجع الاجرام؟ ماشي لوجي كتشجع. بينكم والله تقلال الناس اللي كيسولوا هذا السؤال، وحق الله حيت اللي كيتفرجوا فيا فهمتيني كيهمهم المحتوى، ما كيهمهمش انا شحال كيشاد ولا كذا. ولكن المهم داكشي اللي كنشد مقارنه بالخدمه اللي كنخدم، يعني الفيديوهات وكذا، لا علاقه. يعني من الاخر يعني كون كنت في شي ميريكان كون كنتخلص بزاف فهمتيني، ولكن لحقاش انا في المغرب ياس كنتخلص داكشي قليل بزاف بالرجوله. نقدر نقول لك بين 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 2500 درهم ولا كثرات عرفتي، لك كثرات عرفتي، الا كان نهار مزوهر 6000 درهم نهار فهمتيني، داك الشهر اللي الصراحه الصعوبات كاين جوج ديال الصعوبات. كاينه وحده اللي انا كنصعب القضيه على راسي فهمتيني، انا ما كنبغيش نصور شي فيديو. دابا انا كاين مني جوج، كاين واحد اللي مثلا باغي يصور فيديو والاخر لا، هذا تيقول لي صور الاخر تيقول لي لا، ولكن سبحان الله ديما تيغلب هذاك اللي تيقول لا. مرة في الشغل بهذاك الشيء يقول انا صور فهمتيني، عرفتكم واش خربقتو، ولكن بالرجوله فهمتيني كنحاول نوصل لكم واحد الفكره اللي كاينه في راسي فهمتيني. والصعوبه الثانيه فهمتيني في الزنقه. دابا انا فهمتيني مكروه بزاف، يعني بنادم ماشي يحملنيش بزاف، علاش حيت داير هذا كذا اللعيبات فهمتيني كذا، راكم عارفين بزاف يعني اي واحد كيتفرج فيا راه عارف البلانات. تيقولوا لي عميق ملحد كذا فهمتيني، كنعبد الشيطان كذا اللعيبات كذا. صراحه الفيلم اللي تاثرت به بزاف هو البرتقاله المره بالرجوله. هذا الفيلم تاثر بزاف فهمتيني، يا برجوله هو اللي كيتاثر فيا وحق الرب وحده. صراحه الدفار كنت صبغتهم جوج ديال الاسباب. السبب الاول هو واحد الفيديو كنصورو مع واحد خطنا بمناسبه 2021، رتقات ليا بغيت نصبغ فهمتيني، رتقات ليا كفكره، رتقات ليا قال لي راسي ما عندها حتى شي علاقه بالدي ولا شي حاجه بحال هكا فهمتيني. والسبب الثاني لحقاش داك العميق المجرم، يعني كان خصني نمثل الدور ديال العميق في ابهى حلله
فهمتيني؟ يعني خصني كنخصني نصبر باش نتا انا نعيش في داك الدور ونعيش معايا بنادم فهمتيني؟ حقاش الا كنت عادي ما غيفرقوش بيني بين شي واحد عادي ولا مشرمل فهمتيني؟ يعني صافي داك الشيء علاش صبغتو. والبيرسينغ ها هو السبب. لحقاش بغيت ابغيش وصار بغيت الرساله ديالي للمتابعين ديال اشتري فانش 4 نتمنى انكم تفهموني وما تمشوش غالطين في لا بيرسوناليتي ديالي. نتمنى انني نكون خفيف على قلبكم. نتمنى انكم تمشيو للشين ديالي وتقلبوا وتشوفوا افلام اللي كندير كذا اللعيبات اللي كندير. نتمنى انا ما عجبوكم وبس لكم كاملين. ورساله اللي فان ديالي وهي السايكوز راكم تجيو دابا ما كتفهموني وكذا اللعيبات بين 20 ريال الفرده ودير واحد لايك وتابونا مع اشتري فانش 4 فهمتيني؟ يشوف عليكم كامل واش حق الرب اش كنبغيكم وحق الرب اش كنسطع عليكم اخا السايكوز نسطع عليكم نتوما عارفين هادشي فهمتيني حقاش كون ما كنت كنبغيكم راه كاع ما ندير لكم هادشي كامل خوتي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.